Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter un petit texte pour les élèves de troisième année et on va le faire ensemble. زملائي السراء اليوم طرحت عليكم دراسة نص نحلوها مع بعضنا تبعوني مليح. إذن العنوان تاع هذا النص هو على فيرم يعني في ولا بي المزرعة. Bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les enfants vont à la ferme de leur grand-père. Dans la ferme, il y a une vache, un bœuf et deux poules. Les enfants sont heureux de voir tous ces animaux. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Les enfants vont à la ferme de leur grand-père. يعني الأطفال ذاهبون إلى مزرعة جدهم. Dans la ferme, في المزرعة, il y a هناك une vache, بقرة, un bœuf, ثور, et deux poules, دجاجتين. Les enfants sont heureux. يعني الأطفال هم سعداء de voir tous ces animaux, les رؤيه كل هذه الحيوانات. الان نبدا بالاسئله. Question يعني الاسئله. Numéro 1. Aujourd'hui c'est. اليوم هو. هل هو lundi؟ الاثنين. هل هو رقم 2 mardi؟ الثلاثاء. ام هو رقم 3 vendredi؟ نرجع للنص. Aujourd'hui, c'est vendredi. إذن الجواب هو vendredi. Voilà la réponse. La réponse juste, c'est la réponse numéro 3. Voilà. Bien. سؤال رقم 2. ولا تابع السؤال الأول. Dans la ferme, il y a. في المزرعة هناك أو يوجد. Un zèbre, deux poules, un chien. Dans la ferme, il y a une vache, un bœuf et deux poules. Il y a deux poules. Voilà la réponse juste, deux poules. Il n'y a pas de zèbre, il n'y a pas de chien. Bien. Numéro 2, je remets les jours dans l'ordre. Ana adharu al-ayyam mutatalia. Lih. Alors, hna ana samedi al-sabt. Mercredi al-arba'a. Lundi hiya al-ithnain et vendredi hiya al-jumu'a. Idan man huwa al-yawm alladhi yali le vendredi. Mais nous aurons vendredi. Alors, nous avons vendredi. Vendredi. Après vendredi, samedi. Après samedi, lundi. Après lundi, mercredi. يعني الجمعة بعد الجمعة يجي السبت مع الأحد معناش إذا نضع الاثنين لندي معناش الثلاثاء إذا نضع ميركودي هي الأربعاء ونكون جاوبنا على السؤال رقم 2. رقم 3 أوتور لا بون ريبونس يعني دور على الجواب الصحيح. رقم 3 هل يكتب هكذا بالاس على فا؟ هل يكتب بالإكس على فا أم يكتب هكذا بالوا سيتو؟ إذن الجواب هو 3 تكتب هكذا بالإس. هذا هو الجواب الصحيح.
ننتقل إلى رقم خمسة، هل يكتب 5 بالكو أم 5 بالكا أم 5 بالكو والأو والأو؟ الجواب هو يكتب هكذا 5 بالكو. نيميرو 4. Je complète par un, une, des. احنا نعرف أن الكلمة المذكرة تبدأ بالأن، الكلمة المؤنثة بالأن، والجمع بالدي. نشوف مع الكلمة الأولى كارتابل. كارتابل سي تانو ماسكولان، إذا سأضع أمامه أن، لارتيكل أن، أون دي أن كارتابل. غوم. غوم سي تانو فيمينان، إذا سأضع أمامه أون للمؤنث ونقول أون غوم، ممحات، محفظة ممحات. الآن الكلمة الأخيرة هي كريون. على فان نشوفوا الاس بلا ما يقولنا حتى واحد، الإشارة هذه الاس تدل على الجمع، ونحط دي هي للجمع. نقول دي كريون. لا كيستيون نيميرو 5 كومبليت par il ou bien elle. Even il, c'est un pronom qui remplace le garçon, le masculin. Ou elle, c'est un pronom qui remplace le féminin. Alors, Zineb chante. Zineb, c'est une fille. Donc, je dois la remplacer par elle. On colle. Elle chante. Zineb tourani. هي تغني. الآن الجملة التالية، سامي أم ليزانيمو، سامي يحب الحيوانات. إذا بماذا نقدر نعوض كلمة سامي؟ نعوضها بإيل، لأن سامي مذكر وإيل سيتان برونو كي رمبلاس لماسكولان. إيل أم ليزانيمو، هو يحب الحيوانات. الآن السؤال الأخير رقم 6، يطلب منا إكري أون كورسيف، يعني نكتب الجملة هذه لاصقة. زينب إي سامي أم لي زانيمو. أنا نبدأ نكتب دائما، البداية تبدأ بماجسكول، وكذلك زينب سي ان نوم بروبر، إل بران توجور إن ماجسكول. ريغاردي بيان لو زد أون ماجسكول. Alors, Zineb et Sami. Sami, c'est un nom propre, S majuscule. Et Sami aime les animaux. On va voir un goût, les animaux. A, U, X. إذن زينب، عفوا سي با زينب، سي زينب، يعني صححتها الأو مليح. وبهذا نكون قد أشرفنا على نهاية العمل. نتمنى أنكم فهمتوا وليكوا قدوة من هذا الحل، وشكرا للمرة المقبلة.